ومما يؤسف له يعني ما عليه أحوال كثير من الناس الآن الوقوع في الديون لأمور شكلية أو أمور تحسينية أو أمور كمالية، فذهبت القناعة من نفوس الناس ومن قلوب الناس، فأصبح بعض الناس الآن يقترض لا لضرورة ولا لحاجة، بل يعني حوادث كثيرة للأسف تقطع نياط القلوب لشباب، شباب ما زالوا يعني قدر الله عليهم حادث وتوفوا مثلا في هذا الحادث، فتبين عليهم قروض كبيرة جدا بمئات الألوف، والسبب تجديد السيارة أو مثلا الدخول في أشياء أخرى، وأمام هذه الإغراءات في يعني تيسير مسألة القروض وقع كثير من الناس من النساء والرجال في مسألة الديون. والدين لا شك بأنه خطر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نفس المؤمن معلقة بدينه، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا قدمت له جنازة يسأل هل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، إذا لم يترك سدادا قال صلوا على صاحبكم، وهذا يدل على عظم الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من المغرم أن يقع في الغرم أو الغرامة أو الدين مثلا، لكن إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك هذا لا حرج فيه، ما دام أنه مضطر أو محتاج مثلا لا حرج، أما أن يقترض هكذا لأمور شكلية وتحسينية وكمالية وفشخرة مثل ما يقولون، أصبح الناس الآن يتجاكرون ويتسابقون على أمور الدنيا ويثقلون كواهلهم بهذه القروض وبهذه الديون، ثم يلقون الله عز وجل وحقوق العباد قد اشتغلت بها ذممهم، نسأل الله السلامة والعافية.